ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، والفيديو النهارده عن مناديل ازاله المانيكير من الضوافر. انا بقالي حوالي يعني يمكن 6 سنين 7 سنين بستخدمه من ايام ما كنت في مصر. المناديل دي اول ما نزلت انا كنت بحب استخدمها جدا عن الاسيتون، لاني كنت بحس انها مش بتدي جير كده للضوافر بعد ما بنمسح المانيكير زي الجير اللي بحسه من الاسيتون بيديه، الانواع الرديئه طبعا. لكن لما طلعت المناديل دي حبيتها جدا، اني كنت بحس ان الماده اللي موجوده فيها عامله زي الزيت، بتشيل المانيكير من الضوافر، وفي نفس الوقت بتفضل مدياله الضوفر اللمعه بتاعته، وكمان بتبقى مدياله ريحه حلوه، ومش بتاثر خالص على الطبقه الخارجيه بتاعه الضوفر بسبب المانيكير. عجبتني جدا لما استخدمتها. دي من شركه اسمها كريستين او كريستين، حاجه زي كده. دي انا كنت جايباها تقريبا ب2 ريال من محل اسمه سامرة، موجود في وش البيك اللي في حي الصفرة. هي بتيجي عبارة عن كده، بتبقى مناديل عادية كده، بتبقى من هنا من جوة مبلولة بمادة كده عاملة زي الزيت. لو هتلاحظوا اهي مادة عاملة زي الزيت كده، بتمسح الضوفر. ممكن الايد الواحدة تستخدم منديلين. بتنظف كويس جدا، بتشيل المانيكير، بتحافظ على الضوافر زي ما قلت لكم. بتتباع برضو في الباسن بقى، بس بتتباع طبعا الباكت بيبقى فيه اكتر من واحده. انا دي كنت جايباها بالواحده، لكن انا شفتها بتتباع في الباسن وفي اي محل بيبيع، وبحر التخفيض اي محل بيبيع ب5 ريال بيبيعوا تقريبا 3 او 4 في باكت مع بعض، بتتباع ب5 ريال. بس ما جربتهاش صراحه. بس في العموم يعني للي مش عايز يجيب اسيتون، او مثلا شايف ممكن اسيتون بتاع اي شركه تانية بتبقى غالي عليه، المناديل دي برضو حلوه جدا. وزي ما قلت لكم بقى لي 7 سنين بستخدمها. لو ما عنديش اسيتون او ما عنديش حاجه اقدر امسح بيها المانيكير، دي بصراحه كانت بتسعفني، وحلوه جدا وسريعه، سهله الاستخدام، ما فيهاش اي مشكله معضله، فبالنسبه لي هي حلوه جدا. بس ولو عجبك الفيديو متنساش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هعملها. شكرا، باي باي.